بكم مشاهدينا الكرام في بداية هذه الحلقة من برنامجكم لهن الريادة. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام يسرني أن أستضيف الاختصاصية في التفتيش والتغذية الصحية الأستاذة العربية سيد إبراهيم الخبيرة في مجال التغذية للحديث عن اللياقة البدنية والتغذية الصحية لدى النساء بشكل خاص ولدى الإنسان بشكل عام. أهلا بك أستاذة العربية. أهلا وسهلا. نحن سعيدين بوجودنا معك. يسرنا أن نتحدث في هذا المساء عن موضوع مهم جدا ويؤرق كل سيدة، وموضوع مهم هو موضوع التغذية الصحية، وطبعا سنمر على اللياقة البدنية وعلى الرياضة وعلى كل المحاور في هذا الإطار. لكن دعينا نبدأ بالمطبخ الموريتاني، الثقافة الموريتانية الغذائية بشكل خاص، علاقتها بالبدانة، علاقتها بالخطر على الصحة بشكل عام، بما أنك أنت اختصاص متخصصة في التفتيش والتغذية الصحية. في البداية نرحب بمشاهدينا الكرام وشاكرتكم على هذه الاستضافة، وأرجو أن نكون إضافة للمشاهدين في مجال التغذية. فيما في الفعل إضافة أرجو ذلك. فيما يخص المطبخ الموريتاني، المطبخ الموريتاني شخصيا يعني أعتقد أنه خاص بعض الإضافات في القيم الغذائية، ربما دائما نكررها ونوجه بها الحالات. مطبخنا ربما يكون مطبخ غني من الناحية النوعية الكمية للطعام، لكن من ناحية القيم الغذائية يعتبر ليس في المستوى أو بعيد ما عنا. ليس في المستوى للأسف. شوف، لن نجي نركز على الوجبة الموريتانية اليومية، تلاحظ أن أغلب تركيزنا على اللحوم اللحوم هي الدهون. وفي الحقيقة يعني الإنسان يلا يكون استهلاكه الاستهلاك الطبيعي في الغذاء عنده هرم غذائي، عندك تركيز 50% من استهلاكك مفروض تكون كربوهيدرات، 35% تكون بروتينات، 15% دهون، البقية تتقسم بين الفيتامينات والمعادن المياه. نحن جهد تركيزنا منصب على الدهون، رغم أن من الناحية الشرائية والتكلفية يعتبر اللحوم أكثر غلاء من الخضروات والفواكه والبقوليات اللي تعتبر غنية بالقيم الغذائية الأخرى كالفيتامينات والمعادن. نحن نعطي قيمة في الوجبة أو في الطبخة للكمية بدون اهتمام حساب الكيف. طب ما قاع نوع القيمة أو هذا الطعام من ماذا يتكون، ما هي موجودة عندنا. نادرة أنك تجرب ريحة معناها قابو رقبة في الوجبة اللي نتناول الآن. هذا شيء أصبح متجاوز في المجتمعات الأخرى، المجتمعات العربية والمجتمعات الأجنبية أصبحت متجاوزة. هذه الوجبة ما تتكون من بروتينها وكربوهيدراتها فيتاميناتها، يعني تجديهم مدون على العلف، مدون، أصبحت ثقافة يومية تدرس المدارس وأصبحت شيء متفق عليه. نحن ربما نتناول الوجبة لا ندري هذه الوجبة مما تتكون، ربما يستنزف على طول اليوم 24 ساعة ثلاث وجبات، أو إذا كان من الناس اللي قسم وجباته الخمسة معدلها كامل دهون، ربما يخليلها ببعض الخبز أو وجبتنا احنا الأساسية كسكس أو كربوهيدرات. والبروتين يا ريت لو ركزنا على البروتين كما نركز على الكربوهيدرات ونركز على الدهون، ممتاز. لأن البروتينات تعتبر من أغذية البناء والتجديد، بناء الجسم. البروتينات أكثر عنصر يحتاج الجسم في البناء والإصلاح. الكربوهيدرات تؤدي للبدانة، الكربوهيدرات أغذية طاقة وإنتاج يحتاجها الجسم للقيام بالوظائف الحيوية، نبضات القلب والمشي والتنفس وجريان الدم يحتاجها الإنسان في الطاقة. الدهون يحتاج منها نسبة 15% من احتياجاته اليومية، لكن 15% لكن نحن نركز ممكن ربما في غذاء وجبتنا اليومية 95% منها ربما تكون دهون، والبقية تقسم على بقية الوجبة بقية الهرم الغذائي. نسقط تماما سهوا او عمدا جانب المواد الفيتامينات والمعادن والاملاح، ليست اولويه. وهذا يرجع لعدم بدا اولويه اساسا للاهتمام بالتركيب الغذائي للوجبه. يعني بما ان البرنامج برنامج نسائي ونتكلم عن المطبخ الموريتاني، زي في المجتمعات العربيه دائما مميزات المراه اضافه لثقافتها ومؤهلاتها الاخرى تكون ربة بيت جيدة في مجال الطبخ. كان في البداية يعني تسمعي الكلمة طباخة تعتبريها فكرة بدائية، لكن بنظر أنك تلاحظ أن تكون المرأة طباخة معناها يمكنها أن تنوع أو تشكل أو تصنف داخل مطبخها
لازم إمكانيات بسيطة، مواد أساسية بسيطة، لكن بإمكان تلك المواد تصنف منها وجبات أصناف سلايط وفروي وفروت، يعطي صحة للأسرة ويقاوم أمراض، بدل من إنه لا إراديا لا وعين نركزوا نركزوا. هي 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 من الناحية الترفية، أنت لما تشوف أمامك وجبة منوعة بألوانها وبشكلها تفتح الشهية إنك تأكل، بالإضافة إنك أنت تناولت وجبة صحية اكتسبت صحة ووقيت نفسك من المرض، بعكس إنك في نفس الوقت عكس الروتين الحالي نحن لا إراديا نتناول ونتناول ونتناول دهون وسكريات طبعا لا ننساها، نكرس الأمراض في جسمنا بدون ما نلاحظ. مثلا على فرضية كان الفقرة تسمح لهذا ولا ما تسمح، 100 جرام من لحم الكتف تحوي على 300 سعرة حرارية. لحم الكتف خصوصا لحم الضأن فرضية، لحم الضأن شوف لحم الضأن الكتف ممكن يعتبر 100 جرام منها تحتوي على هذا الرقم، 150 سعرة حرارية. كم يحتاج الإنسان يوميا؟ هي في الطبيعة الإنسان الطبيعي يختلف على حسب مجهود الإنسان وعمره وطوله وجسمه، لكن المعدل الطبيعي اللي نتكلم عن إنسان متوسط وإنسان متوسط ومتوسط الحركة دائما يحتاج إلى 1800 سعرة حرارية. تخيل إنسان عادي كما مثل الموريتاني يتناول في اليوم هذا الكم من الدهون، اعتقد انه في لها قطعه اللي قلت لك قطعه مثلا الضلوع تحتوي على 400 سعر حراري، 100 جرام من لحمه الضلع تعطيك 400 سعر حراري. تخيل انه هو في النهار لا ياكل ضلعين ولا ثلاثه ولا اربعه، كانه لا يغطي احتياجاته كامله من ذاك طاجين، لا يضيف عليه عقب ياكل عدله يشرب شربه من الزريق الحلوه وملعقه السكر الواحده 33 سعر حراري. هذه لا نسعر حرارية 150 سعر، لا الضلوع قلنا لكنا فيها 400 سعر حرارية. 400 سعر حرارية نتكلم كنا عن 100 جرام، نتكلم الآن 100 جرام 110 جرامات 110 جرامات هناك من الضلوع، هذا الفرق بيناتهم. لاحظوا يعني شوفي ان هذا البرنامج له يكون مستمر من مجرد يوم واحد، لا يستمر لي أسبوعيا وشهريا يعني وسنة أكثر من 10 مرات في الأسبوع حتى هو قاعد تعتبر اعتقد انها يوميا نحن نتناولها، الا ما راح نرد يوم يومين او ثلاث ايام في الاسبوع تجبرهم يعدلوا لك ياكل السمك ولا الديوك. هذه هي تحسبها على التراكمات، كانك انت تضيف لوزنك وزن اضافي خلال 12 شهر تستمر على هذا البرنامج بهذا البرنامج بشكل يومي، تضيف وزن اضافي لوزنك انت خلال سنه. يعني كيف نعاني من الوزن الزائد؟ حتى ذكرنا فترة من فترات أنا كنت نشغل في واحدة من المستشفيات الوطنية في المختبر، أغلب الحالات اللي جينا من زمان عبدوا لها شي قالوا سنترفيوش اللي تفصل الدم على المواد السيرم، يتركز لك في ممكن معدل نسبة 60% من الحالات اللي جونا نسبة الكوليسترول فيه معدل بشكل غير متجاوز جدا. نحن شعب لحم درجة أولى، نحن تكاد تغيب عن مطبخنا ثقافتنا الغذائية المزيد من الفواكه والمزيد من الخضروات، ما هي أمور دائما حاضرة؟ رغم أنه قد نقول أنه في طفرة وفي تغير واضح شبه نقلة نوعية حدثت على المطبخ الموريتاني، لكن في أساسه لا يزال يعتمد على اللحوم الحمراء، يعتمد على الكربوهيدرات، يعتمد الأرز، الكسكس، أمور من هذا القبيل. أعتقد المطبخ الموريتاني ما زال متأثر بنظام الخيام أو نظام الخيام، ما زلنا فن نقطتين. الناس ما زالت عندها عقلية أنها متشبثة بالوجبات التقليدية وترفض كل ما هو جديد أو غريب، وفي نفس الوقت ما زالت تعتبره غير مرغوب ضروري. أنا أعرف حالات يجوني نتنا نعدلهم برامج يقولوا لي لا فينا من الخضرة ما نقدوا لها وما هي صحيحة. كثير من الناس ما يبقيها دعم تلاهم يتفلسون يقول لك إن الخضرة ما هي صحيحة أخضر يقول لك أعطينا شيء هنا عدنا فيه الخضرة. والله يشيك حد أخذك أيام ويختي لك الحشيش يقول لك يبقي نار الحوت غير بدون ما تعدي له أي إنك نصائح بأنه يخفف من الزيوت وطريقة الطهي،
أعطيه بنفس الطريقة اللي هو محضر بها وقولي لي إنه ما هو مضر بالصحة. ما هو مضر بالصحة. يعني المطبخ الموريتاني مازال فعلا متشبث بمطبخ مطبخ الخيام. لاحظوا بعض التغيرات أو التنويع يطرأ علينا في شهر رمضان قال ما هو مستمر. صح ممتاز لأن ذاك ذيك 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 نفس يتجدد معنا. خلينا بحاضنا علي ذاك بلات مارو ذاك كسكسة ما نبي نقولكم ممكن تبيعوها نهائيا تستغنوا عنها. قال بجانب من كان من أخرين من الخضروات الطازجة وما هي مكلفة. انت تقولي خلينا نحافظ على بلاتمار وعلى نفس الصحن الجزء من هذا. لا تعتقدين انه الصحن كبير من الارز كما هو موجود في عاده الاسره الموريتانيه يتجاوز الكميات اللي ينبغي ان ياخذها؟ متجاوز جدا لانه اعتقد انه المفروض ينقصون الكميات حتى المفروض الوجبه الاساسيه يلا تتكون من الاربع العناصر الشب بالنسبه اللي كنت نقول لك ضبط يلا يكون فيها بروتين تقسيم الهرم اللي تحدث ايه يلا يكون فيها بروتين يلا يكون فيها بروتين يلا يكون فيها لبن ما قلنا نستغنوا عن اللحم نهائيا. قال هناك ترتيب ممكن انك تمارسيه وفي نفس الوقت تحافظي على صحتك. دائما ننصح في الوجبات الثابته او الوجبات الصحيه المعروفه ان الاسبوع عباره عن تنويعات. نستعملوا اللحوم مرتين في الأسبوع، الأسماك مرتين في الأسبوع، والدجاج مالي مرتين في الأسبوع. إنك باش قديت تنوعي الوجبة مراغ مصدر القيمة البروتينية كان أفضل للجسم. مثلاً البروتين البروتين موجود في اللحوم وموجود في الأسماك وموجود في الدواجن وموجود أيضا في الحبوب. واختلفت المصادر كيف البروتين الموجود في السمك والبروتين الموجود في اللحم. هذه هي نفس البروتين نفس القوة هو نفس البروتين لكن اختلاف المصدر يضيف إضافة خصوصا أن المصادر الأخرى كما المصادر البقولات اللي هي تضيف لك بالإضافة للبروتين لتحصل معها مصادر أخرى من الفيتامينات والمعادن. الحبوب او الحبوب تحديدا تعتبر من اغنى المصادر الغذائيه بالمعادن والفيتامينات. طيب لين تبدل انت تستراح نهارين الحبوب موجوده في مطبخنا بشكل غير عادي واقل سعرات حراريه. يعني انت بامكانك تحصل على 100 جرام من الفاصوليا ادلاجان نقولوا نحن 100 جرام منه على 85 سعر حراري بفيتامينات وبمعادن وبالحديد وباقل سعرات حراريه. شوف يعني الفرق بين 100 جرام من الفاصوليا 85 سعر حراري متباعد مع 400 سعر حراري وفرق كبير ايضا 85 سعر حراري 85 100 جرام من الفاصوليا تعطينا 85 سعر حراري. شوف الفرق بينه مع اللحوم الضأن اللي تعطينا 400 سعر حراري. نفس الشيء لحوم العجول الابقار ممكن 100 جرام 110 جرامات تعطينا 215 سعر حراري اخف من لحوم الضأن اخف. جميع الفصائل الاخرى تعتبر اخف من لحوم الضأن. لحوم الضأن عاليه السعرات الحراريه عاليه الدهون. طبعا جميل. نحن المهم عندنا ايضا نعرف علاقه المكونات الغذائيه بالبدانة معناها القيم الغذائيه اللي تعمل على بناء الجسم كيف البروتين وغيره المهم عندنا نعرفهم منك. لكن خلينا نخرج لفاصل قصير ثم نعود باذن الله. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود باذن الله بضيفتي الكريمه الاستاذه العربيه مثل ابراهيم اختصاصي التفتيش وتغذيه صحيه. بعد الفاصل نعود باذن الله. أهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير الذي وعدتكم أن نعود بعده لضيفتي الكريمة الأستاذة العربية من سيد إبراهيم اختصاصي التفتيش وتغذية صحية للحديث عن اللياقة البدنية والتغذية الصحية. أستاذة العربية أهلا بك من جديد. نحن كنا نتحدث عن أنواع القيم الغذائية وعلاقتها بالجسم بناء الجسم وحتى بالأدوار الأخرى اللي ما هي البناء. كنا نقول أن البروتينات وظيفتها بناء وتجديد خلايا الجسم والدهون بالإضافة للكربوهيدرات تعتبر أغذية الطاقة. مثلا الإنسان اللي يستهلك الكربوهيدرات المواد السكرية الكربوهيدرات طبعا موجودة بنسب متفاوتة في الأرز في المكرونة في النشويات بصفة عامة وتتفاوت كيما الخبز القمح الحبوب الشعير.
تتفاوت. هذه الكميات اللي مفروض في الهرم الغذائي كنا نقولها يلا تكون ما بين 50 إلى 55% من استهلاك اليومي. الإنسان اللي يستهلك هذا الكم أو الرقم اللي محتاجه الجسم ذاك لا يزيد عليه أوتوماتيكيا الجسم لا يحوله للدهون، لا يتخزن في مراكز الدهون، هي اللي يؤدي إلى في البدانة لاحقا. الدهون لا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات الدهون دهون طبيعي، والكربوهيدرات دهون طبيعية والكربوهيدرات اللي تتحول للدهون. في حالة نقص الغذاء للجسم واحتاج السكر الجليكوز لا هي ترجع الكبد تحرق ذيك الدهون اللي تحولت الكربوهيدرات اللي تحولت الدهون وترجع تستخدمها مرة أخرى في إنتاج الطاقة للجسم. طبعا الطاقة كما تعرفون محتاجها الإنسان كوقود لكل عمل أدواره اليومية اللي يقوم بها. هناك سعرات حرارية يحتاجها الإنسان حتى هو راقد، ما قام بأي مجهود ظل النهار كامل هو تاكي ما عدل أي مجهود، يحتاج المعدل تقريبا 1000 إلى 1200 سعرة حرارية ثابتة. هذه حتى ولو كان بدون أي مجهود، هذه وظائف الجسم الحيوية الداخلة، نبضات القلب وجريان الدم، عملية التنفس، ذيك الأعضاء ذيك الأعمال الداخلية اللي تقوم بها الأعضاء الجسم تحتاج هذه الطاقة. 1200 سعرة حرارية. طبعا هي 1000 دائما قلنا لك نتكلم عن ناخذها من كأس من حليب من لا هي تقضي طبعا هي 1200 عنها نسبة لا تقضيها من أغذية متنوعة هي الكلمة اللي كنت تكلم عنها ما هي مجرد المفارقة يعني كوب من حليب عندنا احنا هنا نيدو سريع فيه 600 سعر حراري يعني ممكن كاسين من الحليب كاسين من يعطوك الحليب الأخر يتفاوت مثلا خالي الدسم يعطينا 100 سعر حرارية كامل الدسم يعطينا 200 سعرة حرارية. البان المجفف كما نقولها احنا هنا قلت لك سريع تعطينا 600 سعرة حرارية هذه الكاملة الدسم. ما عارف ما يتحدث البعض عنها غير صحي ذاك موضوع ثاني لكن كنا نتكلم عن سعراتها الحرارية كاملة الدسم منها في 600 سعرة حرارية 600 للكوب الكاس الواحد و400 لخالية الدسم هي في منهم اللي مجفف يكون خالي دسم لكنه من المفارقة يحتوي لنسبة 400 سعرة حرارية للكوب. هذا موجب انه قد حليب هذا موجب انه الانسان قد يحصل عليه من شيء بسيط جدا يحصل على السعرات الحرارية اللي محتاجها. عربية مهم جدا معرفة النظام الصحي والحمية الغذائية اللي ينبغي يعني يتبعها الإنسان في حالته السليمة معناها قبل المرض وبعد المرض لا قدر الله هذا الشيء. نحن نريد أن نتحدث عن النظام الصحي والحمية الطبيعية اللي ينبغي عنها ينتهجها الإنسان في حياته الطبيعية. طبعا أي حمية غذائية اللي يقوم بها أي إنسان مهم جدا أنها تكون عند اختصاصي أو عند مختص، لا هي يحسب لك وزنك طولك عمرك حالتك الصحية ذكر أو أنثى. الرجل طبيعي يحتاج عن كل كيلو عن كل كيلو من جسم يحتاج لسعرة حرارية للساعة سعرة حرارية واحدة للساعة بخلاف المرأة اللي تحتاج 98% من السعرات 98 فاصلة من السعرات الحرارية. هذا أقل من الرجل يعني نحسب للرجل بحكم أنه أكثر بنية جسمية وأكثر مجهود عضلي وكذا عكس المرأة إذا كنا نحسب عرفتي نحن عندنا شيء عندنا عندنا نحتاج بالتقريب 24 سعرة عندنا 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 شيء تقريبا عدلوا نقول إن ربة البيت اللي أعمالها مجرد أعمال بيتوتية معناها ما عندها إلا في الدار تحتاج 20% سعرة حرارية إضافية عن السعرات الحرارية. كنا نقول لك نحن ما نتوافقنا على إن هم معدل ثابت يحتاج الإنسان اللي هو 1200 نضيف عليها 20% هذه المجهودات هذه الخفيفة اللي تقوم بها. هم 25% للناس اللي يشتغلوا أعمال مكتبية خفيفة أيضا نفس الشيء أكثر من العمل ربات البيوت لكن في المقابل مازال أقل من العمل العضلي الشاق لهي نحسب عليها قلنا 25. هناك عمل أكثر يعني أكثر مجهود عضلي وكذا نقول نضيف له 35% من نقيم السعرات الحرارية. هناك العدائين والرياضيين ولاعبي كمال الأجسام وهذا نقول لهم يوصلوا من 35% إلى 45% من السعرات الحرارية زيادة إضافية عن الإنسان العادي.
وطبعا دائما هذا لهي نحسب كما اسلفت على الوزن والطول والحاله الصحيه ايضا. هذا الانسان صحيح ما يعاني من اي امراض كما السكري او الضغط او امراض القلب، واذا كانت ايضا حالته الصحيه جيده منها. ومهم جدا طبعا احنا نتكلم عن الانسان السليم، عندنا وضعيات هذه تاخذ. اوكي هذا اللي نتكلم عنه احنا دائما، يعني انك تحتاج انك تتابع مع اخصائي يعدل لك كامل العمليه هذه. عن الحميه ونظام الغذاء الصحي اللي يتبعي انسان سليم لابد من الرجوع به لوزنه والعمر والوضعيته وطبيعه العمل. هناك تطبيقات الان منتشره عند الناس الاخرى، نحن طبعا الموضوع ما هو اولويه عندنا. كيما تنزلي فيسبوك وتويتر والواتساب، هناك برامج حميات سعرات حراريه لا هي بإمكانك تعتمد عليها. هناك برامج إنجليزية ممتازة بإمكان اعتماد عليها، لأنك لا هي يصبح لك كما المومري ذاكرة لا هي تخزني فيه زيادات وزنك والانحدارات اللي تمر بها، لا هي تسجلي فيه وجباتك اليومية اللي تتناولي عدد سعراتها الحرارية، ويخلص لك بالنتيجة أنك اليوم كم تناولتي من سعرات حرارية، كم من المفروض أنك تضيفي أو كم من المفروض أنك تتخلصي منه. هذا شيء قد يعني يضع أمامنا مشكل حقيقي، لأن إحنا المطبخ المجتمعي والثقافة الغذائية المجتمعية عادة ما نعرفه قاع القيم الغذائية للمادة المتناولة. هذه إشكالية. لا مش دفع عليها تعرفها ولا حتى تعتبرها أصلاً وتعتمد عليها أثناء طبخها وأثناء اختيارها، ولا أيضاً اللي لا يتناولها يعرفها ولا يهتم بها أصلاً. هذا مشكلة. أنا كنت أعود أنك بلقى أكثر من 2000 سعرة حرارية لليوم ماني حاس تخلق. هذه إشكالية كبيرة. هذه إشكالية كبيرة ترجع على الوعي. هذه واحدة من أهمية الوعي للإنسان. هل أعتقد أنه نقول لعد ما ولا يعود أكثر مني أنا، مفروض أن يكون فرض كفاية، فرض عين على كل إنسان يعرفوا أنت إيش كلت وإيش ما كلت، هذا اللي كلت موافق صحتي ضار بي. لا 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 هذا طبيعي. لا بالعكس 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 إنه نعود في القرن بركته هي في 2016 وإلى الآن نتناول وجبة ما نعرف هاي الوجبة مناش تتكون، ماني 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 يعني مكثرة من عدة نعرف بالدقة هاي كم فيها من كل مادة كم بالأرقام. قدر وسائل قياسها قلت لك إنه ماني لين عدوا مكثرين لعرفوا، قدر من أضعف الإيمان إني نعرف إن هذا العنصر فيه دهون، هذا العنصر فيه بروتين، هذا اللي نعرف. أنا نعرف إن هذا لهي في حد أثناء الوعي الصحي موضوع متيسر. أعتقد إنه ضرورة إذا ما كان موجود في المدارس، موجود في التلفزات. يلا حد يتيت إن شاء الله ما نصنفه علينا أخبارنا. لا هذا من أضعف الإيمان، يعني لابد أن تكون هناك معناها زاوية مرصودة لهذا النوع، يا إما في المدارس أما في البرامج الإذاعية أما في ما نعرف. مفروض ما نعرف، مفروض لابد منها لا أقل. جميل. خلينا ننتقل للوزن الصحي، معادة الوزن الصحي. كيف أعرف أن الوزن الصحي والله مثالي؟ هل هناك أمور يعني عامة يمكن نعطوها للمشاهد والمشاهدة، والله لازم كل حد يعود للطبيب ويعود؟ لا هذه تعتبر بإمكان أي شخص يعرفها. أنا مثلا طولي ما يطار 60 على فرضية، مو نكفية أن يعود هيك 60 هي وزني المثالي، ربما ننزل الى سنتيمتر ناقص 100 هو هذا الوزن الانسان. ممكن نزيد 5 او 6 كيلوان او ننقص 5 او 6 كيلوان، لنبقى دائما هذا دائما في الحدود الطبيعيه. هذا اللي يعتبر 5 او حتى الى توصل الى 10، ممكن لو تعتبري تخطيتي الوزن المثالي زياده ولا نقص، لان نتخطاه ال 10 طالعين اللي هنا نبداو نصنفه من ضمن السمنه. نتجاوز العشرة ما زلت تعتبري وزنك مثالي، لين تنقصي عن العشرة اللي تبدأ تعاني من شين قالوا النحافة اللي انك عدتي ربما غير صحي. لأن دائما نحن عندنا هنا سوء تغذية من نوعين والناس ما يفهمتوا، في سوء تغذية يؤدي إلى فقر في الدم وإلى هشاشة في العظام وإلى إلى 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 نتيجة نقصك المواد الغذائية نقص، وفي سوء تغذيه يصنف ايضا بزياده الوزن. نحن هذه النقطه ما لنا مستوعبينها. لا السمنه تصنف من ضمن امراض سوء التغذيه، لانك انت تناولت الطعام بشكل سيء اعطاك زياده وزن. نحن زياده الوزن ربما ان ما نعطينها قدها انها تسبب كم لا متناهي من الامراض اللي ترجع علاقتها هي تذكري اي مرض في الدنيا اللي ترجع اول اساس له كان 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 سمنه او تناول هي دهون البدانة. طب
كانت هي السبب في أغلب في أغلب في أغلب الأمراض. أعتقد أن الوزن معناها كما كنت تسوي الوزن الإنسان زايد على 100 من وزنه من طول سياني لأنه دائما لا تلاحظ إنه مثلاً المجهود البدني اللي يبذله المجهود العضلي اللي يبذله الطبيعي إن الرجال يبذلوا مجهود أكثر لكن ذاك ما لا تلاحظون ذاك نحسب لهم سعرات لكن ذاك اللي كنا نقول ذاك اللي كنا نقول لك السعرات الحرارية اللي تنحسب اللي تنحسب اللي تنحسب له في البرنامج وفي الأخبار اللي نعدها ويشتغل علينا فكرة إن حافة أو زيادة أفطني ما دائما هم تلاحظوا إن هم برامج تعنى بأن الحافة إن حد وزنه زايد ويبقى يتخلص من وزنه. هناك أيضا ناس تعاني من وزن منخفض وتسعى للطريقة اللي لا يزيدوا بها ذيك من ضمن البرامج اللي تحتاج الأخصائية العربية بعد شيوع هذه المخاطر اللي قد يعني تسبب بها السمنة بدأ بعض الناس وخاصة الشابات والشباب يعني الاهتمام الكبير جدا بقضية خفض الوزن والنحافة. هل هناك طرق عقلانية أو علمية ينبغي اتباعها في خفض الوزن؟ فعلا تلاحظ الحمد لله هو هم محاولات خجولة. نحن مجتمع يكرس عقلية ان المرأة يلا تعود سمينة وباش عاد وزنها زايد باش عاد كان افضل واخر يعني مثلا انت كثير كي تشوفي حالات تقول كان نبقي ننزل وزني غير ينضحك في والعلايات ويقولوا لي وانتي كذا وانتي كذا وانتي كذا يعني انها مازال تمت هي بعض المحاولات على يعني رغم انها خجولة لكنها محاولات وهم اللي عوائق اجتماعية أكثر منها بالإضافة إنه غياب الوعي معناه هذا اللي هي تتناول ما تعرف هو غش هو كان اللي هي يسمنها ولا اللي يضعفها والنظرة المجتمعية لهذه النقطة. أهم محاولات تجي وتجي إنه لا هي يعدى الرجيم كأنه قاعد ينتحر يوفي يقول لك أنا ما تلقي نوكل قاعد لحم وما تلقي عليه نوكل مار وما تلقي نوكل كسكس يحاول إنه يعيش لك على أشياء بسيطة كي مرموج قيمة والله تمرات والله شوي ما تصح نهائيا لا يتعدى الرجيم لا يتعدى الطريقة تدريجية أولا ولا هي تشوف أنت نسبة زيادة وزنك كم الهامش اللي أنت زايده ولا هي تشوف برنامجك الغذائي اللي أنت تركته هي تتناول أنا بطبيعي تركته هي نش نوكل أنا نوكل كذا ونوكل كذا وبكميات كذا وبكميات كذا ومعنى إني لهي نبدأ بشكل تدريجي لهي نتخلص من المواد اللي نعرف إنها عالية السعرات الحرارية تدريجيا وماني لهي نجي ونجي وافي منها نهائيا لا لهي نتخلص منها بشكل تدريجي مثلا كنت تتناول اليوم مثلا نسبة 100% من النقطة الفلانية لهي نقص إلى 50% نتناولها 50% نتركها نبدأ الحمية بشكل تدريجي. هون يجيك العلاج يعود كان يامس ما شاء الله مضال يخبط من عينات الأكل ويجي من قد يقولوا له يعدى الرجيم الله يعطي لك 4 أيام ولا 5 هو لك هو فاقد الوعي ويمشي بشارة الطب ما له قال انه يعدى الرجيم ولا قال انه يعدى الرجيم الرجيم لا يهتم متركز في اثناء في محاولتك انك لا تبدا بالتدريج وبالاستعانه من اللي بمختص لعلت انت عندك من اللي تعود انت عندك من الوعي ومن الخبره انك تقدر تعدى رجيمك وحدك تقدر تشرف عليه باستشاره الطبيب ولا باستشاره مختص تقدر انت تعود انت لا نحن انتم محترمين يوني ما كيفكم حد قلنا مشكلتهم قاعده ما عاطبتهم الكثره هنا المجال ما في حد مرته انه يتخصص ما جابهم ما مجابرين احد يسولهم عن الخبر المختصين هون قليلين انت قاعد تلاقي ترجعين معناها في صعوبه باش تجبري والثاني ان قاع حتى لو جد قاع المختص قد قاع ما يجبر حد يسوي قال انت كأنك اقدمتي علي فكره كي هذه زين فيك تعود عندك هواي لما ترجع الكتب ترجع المواقع ترجع ما شاء الله المعلومات درك اصبحت متاحه طالع بالمجال ما يخصك الا اللي تدخل عليه الشيخ جوجل وتسوي لي عن مثلا صح من الحم الله من كسكس على هذه المعلومات الموجوده لا تجبري مختصين الانترنت يقدر يحولك المختصين يا اما تتواصلي معاهم عن طريق مراسلاتهم عن طريق الإيميل تجبر عندهم مدونات وتجبر عندهم مقالات تقدري تعتمدي عليها. هناك منتديات يتم الاشتراك بها قاعد تزورها بشكل يومي. فعلا. جميل جدا أستاذة عربية لكن نحن نريد أن نعرف من خلالك أهم الطرق الصحية للرياضة مثلا بعض الناس يعود نفس الشيء أيضا قضية سبع لأن موضوع التغذية الصحية ما يمكن في الوقت ما تحدثنا عن الرياضة بعض الناس أيضا بدأ يخلق عنده وعي بأهمية الرياضة. لكن عدلها جمعهم الطريقة بها مستوى يعني ملها بدك تكون عنه الشكل عام الرياضة حديث وسجون لقاءات مناسبة للرياضة
المدة المناسبة للرياضة هل تختلف من شخص لشخص أم ممكن يعني نعطوها بشكل واسع عام؟ إحنا دائما هذا كذي نتكلم بشكل عام. الرياضة طبيعي المفروض يلا تعود روتين يومي، ما هو شرط لين إنسان يمرض ويوصل للخمسين والستين والسبعين يذكر إنه يلا يعد الرياضة. الرياضة يلا نعود ننموها في الأطفال من مازالوا صغيرين، إن عندهم وقت محدد للرياضة. الناس الأخرى عندها المدارس يوميا لابد الطافيلات ورجالة والعيل وذا كامل سواء يدخلوا فصولهم لا يعدلوا الرياضة. إحنا عندنا هنا كارثة. ما هي موجودة، لا في الناس الأخرى موجودة، قل عنا إحنا مين موجودة. حتى إحنا عندنا أنا فخت عليها موجودة، لكن أعتقد ترك ما تلا تخاف موريتانيا ما شفتها فيها. إن الأمرأة والله إن الإنسان يكبر لين يكبر هو قاع رياضة قاع ما هي في قاموس ولا يعرف يتنقلش، ولين تكبر وتبدأ أمراض المفاصل والبدانة وذا ينقال أنت رانك لك يالتا أنت يالتا رانك تمتعد للرياضة. نو الرياضة كيما الغذاء الصحي ما يحتاج لين نمرض أنا نعود نمشي نشري فروي نشري بنانة ونشري بومب ويالتي نعتنو. نو هذا يلا يعود من برنامج اليومي نتناول أغذية صحية ونمارس رياضة. الرياضة عندها أوقات، يا إما يلا يا إما تمارسها صباحا او مساء، نقولها دائما يفضلها الوقت اللي يكون بارد. وعندك نصف ساعه هذا المعدل المتوسط. نحن هنا اللي نقول المشي، لان ما عندك خيارات اخرى. هي في الطبيعه انك اما تكون مشي هروله سباحه، يعني كانت عندك أيوة الالات احسن المشي ولا الهروله متاحه؟ الهروله مزينه، الواحد يعدل على حاجه الشارع. هروله المشي مده نص ساعه، لان هي دائما انت باش تبداي في حرق اول سعر حراري ده يبدا ينحرق بعد 20 دقيقه، 10 دقائق كفيلة بأنها تحرق كمية لباس بها. هي اللي 30 دقيقة تعتبر معقولة. ومهم جدا إن تسمع الرجال يقول كان نمشي إلا 10 دقائق ولا ربع ساعة ولا كذا. أنت تمشيت قطرت يا سلام، خير حميت جسمك. بحكم إن إحنا ما نعدل الرياضة بشكل مستمر، ممكن في الأيام الأولى نمارسها 5 دقائق ونقعد، نمشي 10 دقائق ونقعد، أو نعتمد نعدل حركات. حتى ما شرط نقول لك انها لا معناها رياضة مشي، ثم رياضات حركية تقدر تقومي بها في البيت خصوصا للنساء. هذه سنتين سؤال عنك وخصوصا للنساء في البيت، لكن خلينا الرياضة بالتوقيت المناسب في المدة المناسبة. التوقيت المناسب دائما اللي نقولونها دائما نص ساعة معدل متوسط ممتاز من المشي في أوقات، إما قلناها دائما في أول النهار والله في عقب النهار، مهم يكون الوقت وقت النهار معناها سابق طلوع الشمس، سابق طلوع الشمس. الوقت عاد الجو مازال بارد أوكي ما عندك مشكلة، قبل نتعود درجة الحرارة عاد مرتفعة ممارسة الرياضة ما ندرك. أنا الإنسان تعود على معدة خاوية والله الواحد يعود شبعان حد يمشي. شوف هي مستحيل أو قاع ربما خطر إنك تمارسيها وأنت شبعانة، وخطر ملي تعودي كنتي تعدلي الرياضة فترانة وتجي تلاقيها مكتوكلة وتشربي. الناس اللي رياضيين ولا الناس اللي يمارسوا الرياضة بشكل عادي، مونك فيك سابق تمشي تمارس الرياضة بنص ساعة أو ساعة تستعمل كربوهيدرات غير ما هي من المواد، ما هي من الكربوهيدرات المعقدة، من البسيطة مثلا العنب، التمر، العسل، الفواكه، تمارسيها لأنها اللي تقبل وقت. باش العربية عن الفواكه ما هي متمحرة من الحقيقة، ما تعود موجودة فيه. ايوه التمر متمحرم الحمد لله. ايوه التمر اعتقد انه موجود. هي شوف هي واقعيه ما هي موجوده لان نحن مغيبينها، قيلين انت ترجعي وتتصالحي معاها، لين ترجعي وتتصالحي معاها وتقرري انك انت اليوم لين تمشي تشري صايره الدار يلا نمشي نطرح معايا شويه من الفرو يكون موجود في الدار على حدد على افراد الاسره وعدد الكميات اللي يلا نستهلك. هي تنشر وتنطرح قاعد نشري مصروف يعني الشهر له تعود هي من ضمن البرنامج عندها بند في الميزانية يلا تم نشري 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 فواكه. نحن هاي دائما عندنا ما هي فقط في الفواكه، في التغذية بصفة عامة بعد لين يطيح رجاج ويمرض وكذا نذكر انه يلا نمشوا للدواء ويلا نمشوا نشرب فروي ما نرعاها سابق ما لحقتنا ونحاول ان نمارس النظام بشكل متنظم باش ما جميل. خلينا نعود للتمارين الرياضية قبل ان بعدوا عن الرياضه. ايوه تمارين رياضيه، هناك تمارين كانت تمارسها السيده، واسمحي لي شوي بسؤال سابق، هذه حركات تعدل المراه داخل البيت، تنظيف المطبخ، تنظيف البيت كله ترتيبه، هل ما يعتبر رياضه حركه نشاط الجسم؟ تعتبر رياضه ذيك الاعمال، وخصوصا قاعد عندنا قاعد خطوه التميرانجي هاي اللي تعود ذيك رياضه للبطن، ذيك رياضه للبطن والاذرع ممتازه. جميل. انا ملاحظه انه اذا مارست الاعمال في البيت تعرقي يخرج في تعرق. اوكي خلاص بمجرد ما تخرج عرق معناها انك انت حرقتي سعرات حراريه تنحسب رياضه. قرنيست الرياضه في انها تكون متواصله،
انت مثلا في العمليه اللي تقومي بها مثلا ركعتي هي من العمل المنزلي مره ومرتين في اليوم مره ومرتين قد ما تكون باستمراريه نصف ساعه لا احيانا تستمري ساعه هي هذه في البيت كله هي هذه اهميه انك تواصلي بشكل متواصل انك تتمكني من حرقه بشكل متواصل حرقتي بخلاف لين مثلا تعدي ركعتي النقطه وله ترجعي وتوفاي منها وتقعدي لا ترجعي عقب ذاك وقت ما ليت تعدلي من نشاط اخر ويحرق منك الدهون هذا التقطع ما يساعدك في حرق الدهون بشكل جيد عكس يربط عكس لين تقومي به بشكل متواصل هي أهمية فيه خطوة دائما يقوم بها الناس اللي جايين من الرياضة والله حتى لو حد كان في البيت يعدل بعض الأعمال هي الاستحمام خطير سابق نتخطاها سابق تمارس الرياضة يلا سابقها تكوني بساعة أو نص ساعة منك مع عقب سابق تمارسيها يلا تعود لك على الأقل نص ساعة أو 45 دقيقة منك واكل شيء وكنا نقول لك ان هي السكريات الخفيفه لين ترجعي حذري انك لا تجي وجهك تشربي بشكل مباشر لعك لا تشربي تبلي ريقك او تجغمي جغمات اما انك تجي وجهي معناها عطشانه لا هي تقري عطشك بيك ذيك خطيره لان القلب نزال في عمليه نبض وضرب مزال هذا يسبب السكته مباشره كذلك يجيك رجاج ويشتحم مباشره ايضا ذاك مالي اجهاد لانه هو كان في عمليه نبض وفي حركه وتجي انت مباشره وتقوم بعمليه اخمال انا اعتقد مسامات الجسم قد تكون مفتوحه حتى ما هي فكره انه هو هذا عضو كان نشط يشتغل بشكل مضاعف وتجي انت بدل من عمليه النشاط هاي تجي تقومين بعمليه اخمال او عمليه كانك اطفاء مفاجئ كبح مباشر تسبب يسر من الحالات اللي تسمعين بها عفانا الله وياكم جلطة سكتة كذا لأنه كان في حركة وجاك وأيضا ملي من ضمنها ملي يجي حد ويتكي قدام الكلمتيزير إنه يعود كان محمي ويجي ملك ملي من ضمن الخطيرة جدا لا بدي يتراش في الجو كذا تماما ما يجي من حالة فيها حرارة متين يجي وجه العكس لا يرجع بالشر بما انه في برنامج نسائي وموضوع تغذية صحية ما يمكن ان نتجاوز حتى نعطي شوي ولو دقائق للتغذية عند المرأة الحامل لانه احيانا تعد فيه شوي خصوصيه للحوام فعلا دائما عند العقليه عند النتيجه لغياب الوعي ان المراه في اشهر الحمل يلا توكل بالدبل او توكل كانها توكل لشخصين المراه في الفتره ما هي محتاجه الكميه بقدر ما هي محتاجه النوعيه خصوصا في الاشهر الاولى عندنا في الاشهر الاولى نقول ان الحامل يلا تركز عليه حمض الفوليك او البي 9 الفيتامين هذا الفيتامين هذا مهم جدا في عملية هو موجود بأي مصدر؟ موجود في عديد من المصادر في المنتجات الكاروتين وينبع ملي أيضا دائما نلاحظوا نعطيه الحوام الحبوب لا سيقولك بعد نعطاه هو هذا حمض الفوليك هذا ويلا تستعملوا ملي كميات من اليود حل المشكلة من هو اللي نعطى اصطناعي عنده نفس عنده نفس أنا طبعا دائما الناس يفضلوا الطبيعي لكن بحكم أنك دائما فيك في مرحلة تلاحظينهم يمروا بسوء تغذية أو عدم رغبة في الأكل تدعم بهذه الطريقة عندك احتياجات مفرطة من الحديد مثلا عندنا في الأشهر الأولى تحتاج من ملي جرامين إلى 3 ملي جرامات في 3 أشهر الأولى لكن زاد نسبة الحديد إلى 6 ملي جرامات في الأشهر الأخيرة من الاثنين اللي هنا بدأوا تبدأ تتدرج في احتياجات إلى 6 ونص من الملي جرامات الحديد تحتاج اليود احتياجاتها منه تصل إلى 200 ملي جرام نتكلم لك يوميا دائما 200 ملي جرام يوميا من اليود دائما موجود اليود في الأسماك في الخضروات الخضراء كذلك الحديد طبعا موجود في الحبوب الخضراء كلها تحتوي باليود والله الحديد يقول ان الخضروات فقط اللي موجوده في قاع البحر او لا هو معدن توجد تحتوي على اليود لا يعني معلومه مغلوطه يوجد عندك الحمد لله رسول الله هي ملاحة تعود مصنعه لعلك تعرفيها هو هذا يحتوي على اليود هذا ملح اليود حاليا منتشر بالاسواق هم يكتبون انها موجوده فيها اليود موجوده فعلا فعلا صحيح يمكن الاعتماد عليه فعلا صحيح والكثير الموجود رقم توفر منها في السوق يفي بالغرض بالإضافة قلنا لنا ليتم دعم أغذيتها بالأسماك عندها احتياجات من الكالسيوم عندها تقريبا ما يقارب 1000 ملي جرام من احتياج اليوم من الكالسيوم ذاك اللي هي تحصل عليه عن طريق الألبان
الحليب أنواعه مشتقاته كيما الرايب والزبادي والياور ذيك المسميات الأجبان هاي تقدر تحصل منها على احتياجاتها بشكل بسيط وميسر. كل مشتقات الحليب تحتوي على كل مشتقات الحليب تحتوي عليه مثلا كوب الرايب مثلا الرايب كوب من الرايب يحتوي على 300 جرام من الكالسيوم. من الكالسيوم يعني انك لو تتناولي منه كوبين مع كوب من الحليب ربما تحصلي على احتياجاتك من الكالسيوم. نحن دائما ننصح الحوامل في الفتره انهم على طول النهار يستعملوا نص لتر من الحليب ربما يفي باحتياجها من الكالسيوم. الفوليك على نتخطى ما 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 حمض الفوليك يوجد بكثره في قلنا لك في منتجات البيتا كاروتين الجزر والخضروات الجزر موجود فيه بشكل مركز بشكل 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 مركز خضره موجود فيه في الدنيا جميل جميل هذه عليها يحصل منها ان شاء الله مصادر طبيعيه بالنسبه للرياضه حتى قبل نتجاوز عن الحوامل بالأشهر الأولى هل هي مهمة على طول فترة الحمل مهمة أنها تمتمارس نوع من الرياضة ما تقول الرياضة الكتين اللي هي تقوم تهرول وتجري وتعد الأعمال شاقة لكنها تقوم ببعض الحركات البسيطة الأشهر الأولى عادة يعود غراس الجنين ليس بتلك القوة ذاك ذيك على حسب بنية الإنسان بنية صحته العاتية تعاني من اختلالات صحية لكن عندها برنامج خاص ولا تشوف مع طبيب لكن هي في حالة إنها هي صحية ما تعاني من أي مشاكل صحية بمجرد أنها حامل يمكنها تقوم بعض الأنشطة الرياضية ضروري هذا يساعدها هي في تقلصاتها فيما بعد تقلصات الرحم تسهيل الولادة في حركة البيبي وحصول ما لقاه هو كأكسجين ومواد غذائية حركتها هي ذيك تساعده على حياة صحية جميل نحن هنا نخلوها ممكن ربما إلى آخر الشهور لنتعود عادة نطلبوا منها الرياضة أو تخطر ببالها نهارة تمتمارس الرياضة قبل أن الوقت للأسف بدأ معنا يضيق لم تبقى معنا إلا 3 أو 4 دقائق فقط معقولة أيوة الوقت معك يمر بسرعة سعدي ما شاء الله عليك خلينا نعرج قليلا على التغذية الجمالية لأن نحن في برنامج نسائي وعادة للشعر وللبشرة علاقة بالنظام أيوة ممتاز طبعا احنا دائما نقول ان من ضمن طبعا حتى من ضمن الرجل ايضا هو بحاجة لبعض الجمال فعلا اغذية الجمال من ضمن الاغذية اللي تكون محتوية على الاوميجا 3 الاوميجا 3 موجودة بشكل كبير في الاسماك ومشتقاتها نقولونها إنها تحتوي على الكالوجين هذا يعطي مرونة للجسم ومضاد للشيخوخة وفي نفس الوقت يعطي نعومة للجسم هذا من حيث البشرة معناها الاعتماد على الأسماك في التغذية في الأسماك هذه نقطة هناك الخيار الكوسة ما نعرف شين قال الكوسة عندنا نقول الكوز طبعا ايوه طيب الكوز هذا العنصر في بعض المناطق اخرى عنده الوسمة خليك اسفة هذا العنصرين غنيين جدا 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 بالمعادن اللي مفيدة للبشرة مهم نقطة جدا تركز عليها المرأة ان اوكي نبي نستعمل كريمات ومستحضرات تجميل لتفتيح البشرة لكن لابد نبدا من الداخل تركز على كثرة شرب السوائل مع كثرة شرب السوائل أقل تقريبا 8 أكواب يومين لترين لتر ونص يوميا يعطي السوائل الماء فقط ولا الماء السوائل لا السوائل نحن نقول لك حد يقول لك سوائل فاتح لك المجال انك كانك تشربي عصائر حليب زريق هذا ما يمدحون الزريق ما هي وجبة غذائية لأن لو نتكلم عنها لكنك شربت انت حصلت على ماء قال ما هو ما انت مركز اخرى مثلا انت وقتها ننصحك نقول لك اشرب كوب من الحليب احصلت على القيم الغذائيه اللي موجوده في كوب من الحليب قال لي انت لا تعدلي منها زريق ما نعرف ذيك القيم الغذائيه شربتي ذاك الزريق كامل يمكن انك تشربيه بعد ما تزرقيه ذاك كامل تعودي خففتي القيم الغذائيه نقصت القيم الغذائيه وحتى الماء ايضا لم يعد الماء بشكل طبيعي هناك جهد الجسم حتى يحصل هذه مالي نقطة يعني موجب انه الزريق ربما يمشي كشراب ما نقدر منه قيمة غذائية يعني تلاقي نوصف لك انك انا يدخل في اطار السوائل يعني نقول انه يدخل في السوائل معناها الزريق ما يدخل في اطار السوائل انا من الناس اللي عنده مشكلة مع الزريق انا حد مساوي يعني نشرب حليب وحده ونشرب الماء وحده الزريق ما دام احدنا من العرب جميل طبعا نحن نختم بالتغذيه الجماليه قلتي قضيه قلت لنا من ناحيه البشره ان لا يتركز على الاسمنت اللي تفيد البشره هي نفسها تفيد الشعر والاواتر والله كلهم عنده لا كلهم يتركب من ماده غير مثلا كيما الشعر وهذا يعتمد على انواع من الدهون او الزيوت هذه الدهون متركزه بشكل اساسي في المكسرات
الشهر يعتمد على الزيوت. جميل. مرونته لمعانه وحمايته من التساقط. تقصف يعتمد عليه حصوله على كميات معينة من الفيتامينات. الفيتامينات هذه الموجودة فقط في الحبوب أو المكسرات تحديدا كما الكاجو واللوز قرتة. هذه الزيوت الموجودة فيها هي والجوز. هاي الزيوت الموجودة فيها هي تنوينها الإنسان. فيتامين إيه. فيها فيتامين فيها درع 12 مركب فيتاميني. هي المهمة. خاصة إيه مهم للبشرة والشعر. تعطي للشعر ذيك المقومات أو إنها معناها حمايته من التساقط وتعطيه اللمعان وتعطيه الطول وتحمي مولي من. بالنسبة للعيون. الفطريات. العيون من الناحية ضعف النظر. لا. من ناحية الرموش وكذا زيوت شعر العيون زيوت كما كنا نقوله لأنها تقدر تناولها في الحبوب المكسرات ممكن كخلاصة تستعملها للدهن مثلا كخلاصة 7 زيوت كما اللوز والصور الصنوبر خلاصتها توجد مجهزة معناها في عبوات تدهن بها الشعر دائما نفضلها خلطة 7 أنواع وكذلك بإمكانها أنها تجير على الرموش تجير على الرموش وعلى الحواشي يعني هذا اختصاص أهل التجميل لا لا يطفلون عليهم يسمحون نبي للأسف الوقت مر معك سريع أستاذة عربية ما شعرنا بالوقت نهائيا وباقي عند الكثير من الأسئلة لعلنا إن شاء الله نجيب برضو حلقة أخرى أشكرك جزيل الشكر الأستاذة العربية مدس إبراهيم أخصائي التفتيش وتغذية صحية أشكرك جزيل الشكر على هذه النصائح وعلى الحلقة الرائعة جدا كما أشكركم أنتم مشاهدي الكرام على كرم المتابعة ونلتقي بحول الله في حلقة أخرى من برنامج لهن الرياضة ظنان أنسان أشكر فندق الأجنحة الملكية.